السلام عليكم. عليكم السلام. عجيب والله، وش انت لابس يا مهبول؟ لا ابد، بس فيني حساسيه ورحت للدكتور واعطاني ذا القناع. ميري قبيس شوي. ميري انا معلوم انت شي العطر، اعطيني اياه بالهداوه عشان ما افلم بس. اوكي عشان أدر أنت، عشان بابا حاتبت أنا. والله لو تتسبحين بالعطر ما تشمين من أبوي ولا ريال، أعرفه ما ينفع معه لا عطر ولا أسلوب. إذا ما أنت مصدقتني جرب يطلبي منه 5000. أها أبو آمر، سمي يا خلقكم. أنا أبغى 5000 ريال. والله لو تبين هذا لا زيادة على الراتب شو تحصلينها. ما قلت لس، أعرف أبوي زين، كل شيء ينزل فيه إلا الفلوس، لو بغيبوبة يصحى. الزبدة، أنت كم يبيرس وتخلصين بيتس؟ 20000 ريال وتكت عشان أنا أسوي سفر، بعدين أنا حاتك قطر. أبشري بعزس، دس 20000 وتذكرة فوقها. وهذه 20000 ريال والتذكرة دزيتها لك بالواتس. خير ان شاء الله. ايش اللي مسوي في نفسك انت؟ رجعت حرب الخليج؟ لا بس عندنا حشرات بالبيت. خذ هذه الربع توله. الله يخليك لي ولا يحرمني منك. انا ما ادري شلون بدونك عايش. ما له. تعال. انا اللي ما ادري بدونك شلون عايش. ميري. وصلها معك المطار على الدزة. لا تناظرني يلا. من يفتح السوم 10000 ريال 10000 ريال 10 ريال 10 ريال. سلامات، داخل بقالة تشتري لبن أنت؟ وش للسوم النايمة؟ 100000 ريال. أبوك يا السوم البطلة 100000 ريال من يزود يا عيال. أنا أحتاج هالعطر ما دام عليها الإقبال وفي صفقة تجارية كبيرة، ينفع؟ سلامات يا شنبو، أنت جاي تسأل ولا تسوم؟ أنا أسأل. 200000 ريال 200000 ريال 200000 ريال 200000 ريال 200000 ريال. من يزود. لو سمحت أنا طالبك يا الغالي، أبي هالعطر، أبي أقدم موعد العملية. والله تعبت. 500000 800 شوي لو سمحت. خلاص لا تبكي. أبكي. الفلوس تروح وتجي، أهم شيء صحتك. خذها والله يفداك. لا تبكي خلاص. الله يشفيك الله يشفيك. العطر كان أحسن لك.